نشوف الجدول سريعا كده مع بعض. الزمالك في المركز الاول 57 نقطه، امبي في المركز الثاني 54 نقطه. الزمالك يعني لسه ناقص له كمان ماتشين ومتقدم عن امبي بثلاث نقاط، لو كسب الماتشين الجايين الزمالك يبقى 9 نقاط. الاهلي في المركز الثالث 46 نقطه، المقصه في المركز الرابع 43 نقطه، وادي دجله في المركز الخامس 40 نقطه، المقاولين في المركز السادس 39 نقطه، بتروجيت في المركز السابع 39 نقطة، الإسماعيلي في المركز الثامن 37 نقطة، اتحاد الشرطة في المركز التاسع 37 نقطة، طلائع الجيش 36 نقطة في المركز العاشر، الاتحاد السكندري في المركز ال 11 35 نقطة، في المركز ال 12 المصري 34 نقطة، الجونة في المركز ال 13 32 نقطة، الداخلية المركز ال 14 31 نقطة، حرس الحدود المركز ال 15 31 نقطة، سموحة وفرق بقى المراكز الخطر في الدوري آخر 5 فرق اللي هيهبطوا إلى القسم الثاني. لسه طبعا احنا بنتكلم على الموقف ده مؤقتا، لسه ما نعرفش النتائج النهائية، لسه قدامنا حوالي 13 أسبوع. سموحة في المركز ال 16 29 نقطة، الرجاء في المركز ال 17 24 نقطة، النصر في المركز ال 18 20 نقطة، دمنهور في المركز 19 10 نقاط، والأسيوطي سبورت في المركز الأخير 9 نقاط. تعالوا نشوف ماتشات الأسبوع اللي جاي. الداخلية والجونة، الماتشات يوم الثلاث الجاي إن شاء الله. الداخلية والجونة في ملعب الداخلية اللي هو ملعب اتحاد الشرطة، الأسيوطي سبورت وادي دجلة في ملعب الأسيوطي، دمنهور واتحاد الشرطة في ملعب دمنهور في البحيرة، المقاولين العرب وإمبي لقاء قوي جدا على استاد المقاولين العرب يوم الثلاث الساعة 6، وطلائع الجيش وبتروجيت لقاءات يوم الأربع، 3 لقاءات، سموحه ومصر المقاصه في استاد اسكندريه، لقاء مهم جدا لصالح سموحه، والنهارده مصر المقاصه كمان خسرانه من الاسماعيلي 2، حرس الحدود والمصري برده ماتش مهم جدا للفريقين، الحرس عنده 31 نقطه والمصري 34، والمباراه دي هتتلعب في استاد اسماعيليه، النصر والاهلي الساعه 6:30 في ملعب بترو سبورت، والاسماعيلي والاتحاد السكندري لقاء قوي جدا في استاد اسماعيليه. تعالوا مع بعض، دي المباراه الاخيره يوم الخميس، الزمالك والرجاء بعد عودة نادي الزمالك إن شاء الله من المغرب، ونتمنى التوفيق بكرة بإذن الله لنادي الزمالك. دي طبعا أجواء